من حق أي مواطن أن يتقدم بطلب الحصول على هذه المعلومات ليحصل عليها في مدة أقصاها 15 يوما. أليس هذا إنجاز لصالح حرية الإعلام وحرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات؟ لقد كنا نلح كثيرا حتى تتح لنا المعلومات في عهد النظام المخلوق، وكنا كصحفيين يتم التعامل معنا على أساس الموالاة والمعارضة، فالمعارض لا حق له بل يحرم من حضور مثل هذه المؤتمرات. لا أقصد هذا المؤتمر أو مثل هذا المؤتمر، وإنما المؤتمرات الرسمية كان يحال أحيانا بين صحفي المعارضة وبين حضورها. الآن نص هذا القانون على حق جميع المواطنين في الحصول على المعلومات التي يريدونها. نحن أيضا في هذا الدستور العظيم في مادته 215 نص على تأسيس المجلس الوطني للإعلام، وحدد له الدستور اختصاصاته في الحفاظ على حرية الإعلام وعلى تعددية الإعلام وعلى عدم احتكار الإعلام لصالح فئة أو طائفة أو تيار، وأيضا هو المجلس الذي سينظم منظومة الإعلام المصري بشقيه العام والخاص. أيضا في المادة 216 نص الدستور على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والتي ستكون قابضة على ممتلكات الشعب في مجال الإعلام، سواء كانت صحف قومية أو وكالة أنباء أو وسائل إعلام مسموعة أو مرئية أو إلكترونية. هذه الهيئة هي التي ستدير وتشرف وتضمن الإدارة الرشيدة لهذه المؤسسات، بعد أن لاحظنا ورأينا تلك الخسائر المفجعة في كل إعلام الشعب. فاتحاد الإذاعة والتلفزيون ديونه الآن تزيد على 19 مليار جنيه، والصحف القومية ديونها الآن تزيد على 10 مليارات جنيه. أيضا يعمل في هذه الوسائل المجتمعة، وسائل إعلام الشعب أو المملوكة للشعب، أكثر من 70 ألف صحفي وإعلامي وعامل وإداري، كتلة كبيرة جدا لكنها تعاني من صعوبات مالية كبيرة. ليس هناك من يربح الآن في وسائل إعلام الشعب، ناهيك عن وسائل الإعلام الخاصة. فكما تعلمون وسائل الإعلام الخاصة أو تلك الفضائيات الخاصة في العام الماضي فقط أنفقت 6 مليارات جنيه، كان مدخولها لا يزيد على 1.5 مليار جنيه، فهناك فجوة تصل إلى 4.5 مليار جنيه. وسائل الإعلام القومية أو الصحف القومية كلها الآن تخسر بلا استثناء. من يقول لك أن ثمة صحيفة أو مؤسسة تربح فهو يخالف الحقيقة. قد تكون صحيفة واحدة مثلا أو صحيفتين تربح، لكن المؤسسة ككل تأكل هذا الربح ويتحول الربح إلى خسارة. وقد قلت في حديث سابق لي أن مؤسسة صحفية كبرى كانت تربح في الماضي لكن خسائرها في عام 2011 كانت 285 مليون جنيه وفي 2012 كانت 190 مليون جنيه، ومع ذلك وزعت ما يسمى بأرباح أو حوافز 116 مليون جنيه. إذن نحن أمام خلل اقتصادي كبير في كل وسائل الإعلام يحتاج إلى تصحيح. كذلك لدينا خلل أكبر وأهم، وهو الخلل المهني الذي يتحدث عنه مؤتمرنا هذا. الخلل المالي يمكن علاجه، ولو كان الإعلام ناجحا أو مفيدا أو إعلام
ذو رسالة فلا ضير أن تنفق عليه الدولة وتخسر، لكن شريطة أن يتحلى بالمهنية والموضوعية والمصداقية، وأن يعكس الرأي والرأي الآخر، وأن يتيح الفرصة لكل المصريين أن يروا أنفسهم في ذلك الإعلام باعتبارهم أصحاب أسهم متساوية فيه. الزميلات والزملاء، الحضور الكرام، نحن في إعلام الشعب، أنا لا أقول هنا الإعلام الرسمي، ففكرة الإعلام الرسمي قد انتهت بثورة 25 يناير، فكرة إعلام الحزب أو إعلام السلطة أو إعلام النظام قد عفى عليها الزمان وسقطت بفعل ثورة 25 يناير، وقد تحولنا بفضل الله من إعلام الحزب إلى إعلام الشعب، ومن إعلام السلطة إلى إعلام الدولة. لا حجر على رأي، لا حجر على رأي ولا حجر لفكر ولا منع لأحد، فوسائل الإعلام وأخص ما أقوم بإدارته متشرفا وهو اتحاد الإذاعة والتلفزيون لا يغلق أبوابه أمام أحد، فهو إعلام الشعب بحق. بل إن إحدى الإحصائيات اللي صدرت عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون تقول أن الشهور الثلاثة الأخيرة ظهرت رموز المعارضة بنسبة 65% ورموز الموالاة أو المؤيدين للنظام بنسبة 35%. وهذا أمر نشكر الله عليه، فلسنا بوقا للنظام كما كان يحدث من قبل، ولسنا بوقا للحكومة كما كان يحدث من قبل، وإنما نحن عين للشعب على آداء الحكومة. نحن نوجه، ننصح، ننتقد، نقوم، لكن ينبغي أن يكون ذلك كله في إطار المهنية التي يتحدث عنها مؤتمركم هذا. نحن أيها الإخوة والأخوات نسعى إلى إنجاح هذا الإعلام، وإلى أن يعبر هذا الإعلام عن الثورة المصرية وقيم الثورة المصرية التي رفعها الشعب الذي طالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، وها نحن ماضون على الدرب بمشيئة الله، وسننجح إن شاء الله في تحقيق ذلك. انتهى عهد التهميش، فلأول مرة يعقد رئيس الدولة مجلسا وزاريا في محافظة من محافظات الصعيد بحضور كل المحافظين و14 وزيرا ليطلق مشروع تنمية الصعيد بميزانية تقدر ب 65 مليار جنيه. لأول مرة أيضا نرى ذلك التطوير الذي يسعى نحو تحقيق الكرامة الإنسانية للمصريين، نحو إنتاج رغيف خبز مناسب، وقد امتدت منظومة الخبز الآن إلى ما يقارب 80% من محافظات مصر ولله الحمد. أيضا حلت مشكلة الغاز أو البوتاجاز ولله الحمد لم نشعر بها هذا العام. أيضا بدأنا منظومة تطوير السكك الحديدية التي لم تطور من سنة 68 وحتى الآن. طرحنا الجزء الأول من برنامج السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي في التنمية الزراعية بطرح 320 ألف فدان للاستثمار الزراعي، وسيخصص منها 100 ألف فدان لصغار المزارعين وشبابهم. أيضا بدأنا في إمداد المياه الصالحة للشرب إلى المناطق المحرومة، ورفع السيد الرئيس ميزانية المرافق
من 5.1 من 10 إلى 11 مليار جنيه، وبمشيئة الله في ميزانية سنة 2013-2014 ستتضاعف هذه الميزانية حتى يشعر المواطنون بأن الدولة تبحث عن مد الخدمات الضرورية لهم. أيضا ولله الحمد بدأنا في توصيل الغاز لاثنين مليون منزل مصري جديد، بنهاية العام القادم يكون انتهى هذا المد للغاز الطبيعي للمنازل. أيضا الحمد لله وإن كنا نعمل على الأرض لتوفير الضرورات لشعبنا العظيم الذي نشعر أننا نعمل عنده خدما له موظفين عنده، هذا الشعب العظيم الذي تعمل الحكومة لتوفير الضرورات له من الخبز والغاز والسولر ووسائل النقل الآدمية، أيضا نسعى إلى إقامة مصر الحديثة الناهضة القوية. فبدأت وزارة التربية والتعليم في استبدال الكتب في بعض المدارس التجريبية بالألواح الإلكترونية بالآيباد. أيضا وزارة الصحة أدخلنا خدمة الإسعاف الطائر لننقذ حوادث الطرق والدماء التي تسيل ولا ترى مسعفا. أيضا في إطار مكافحة الجريمة أدخلنا الشرطة الطائرة. أيضا هذه لأول مرة في مصر تحدث هذه التطورات. وأيضا في مجال السكك الحديدية نسعى إن شاء الله إلى تحقيق قفزة نوعية في السكك الحديدية التي لم تتطور من سنة 1968.